نظام مش صوت واضح من شواطئ. تمام يا فندم، كده كده الصوت واضح. تمام، اتفضل يا شيخ. اتفضل فندم. طبعا يعني الاول باسم جمهور نادي الزمالك كله بنشكر حضرتك على الهديه، زي ما حضرتك قلت، على هديه المئويه اللي حضرتك قدمتها لجمهور نادي الزمالك، مع ان في ناس في الاعلام طلعوا اتكلموا قالوا اصل لا لازم المجلس يستنى الحكم، مش لازم يستنى الحكم، ولكن حضرتك كان ليك راي. قلت انا بالقرار اللي باخده او بالتنازل بنهي جميع الخلافات وجميع القواضي ويرجع الاستاذ ممدوح عباس تاني، وفعلا النهارده المحكمه بتاخد قرار برجوع الاستاذ ممدوح عباس. راي حضرتك ايه؟ استاذ سيف، انا بس عايز اقول ان انا وعدت فوفيت الحمد لله، والناس اللي شككت فيا وفي مسبقيتي اعتقد النهارده ان السنتهم اتخلصت، لان مرتضى منصور لما بيقول كلمه من ايام ما كان لسه عيل صغير في ابتدائي ما بيرجعش فيها. سيف، انا راجل كنت رئيس نادي سادس في الجامعه وانا عندي 14 سنه، راجل بعرف معنى الكلمه، ولما قلت دي هديتي لجمهور نادي الزمالك يعني كنت عارف ان دي كلمه يعني ما برجعش فيها. ودليل على كده حاجه واحده، انا لما اتنازل لممدوح عباس ولما اتنازل لمجلس ممدوح عباس، ودليل على كده ان انا ما عادش معاه لغايه دلوقتي. لو انا بتنازل لممدوح عباس كنت زماني قعدت معاه، لكن انا قلت من اول يوم، ويمكن لما الاستاذ عمرو جنايني عرض ان انا اقعد مع الاستاذ ممدوح قلت كلامي كان واضح، انا لو قعدت عمرو هيفتكر الناس ان في شروط ليا او في اتفاقيات، لا مش هقعد، انا بتنازل هديه المئويه. ادي واحد. اثنين، الاستاذ اللي تراهن على 75 قرش في ان نادي الزمالك، يعني عيب انه تراهن على ان رئيس نادي الزمالك يرجع في كلامه، وانا تراهنت مع اسامه ابو زيد صحفي الاخبار ان مرتضى لو 75 قرش تكسبها يا اسامه لو مرتضى منصور نفذ عهدي ونازل، اعتقد ان هو عارف حجم مرتضى وحجم نادي الزمالك ايه وجماهير الزمالك ايه. نمرة ثلاثة، بقول للأخ رؤوف ياسر وبقول للأخ حازم إمام، زي ما قلت لهم قبل كده، لو كنت وقفت على دماغكم 100 سنة ما كنتش هترجعوا، عيب إن أنتوا تقولوا إحنا كنا راجعين فوجئنا وخاف. أعتقد المحكمة النهاردة لم تلغي الحكم، ولكنها أخذت بتنازل مرتضى منصور، وده رد اعتبار ليا في الأسبوعين اللي فاتوا إن مرتضى خاف من الحكم فجري عشان يتنازل. لو القضية، لو الحكم اللي أنا أخدته في أول درجة أو باطل أو في أي خطأ، كانت المحكمة لا مش هتاخد بالتنازل بتاعي أنا ومجموعة الأعضاء المحترمين اللي تنازلوا معايا، وكانت حكمت بإلغاء حكم أول درجة اللي أكد تزويد الانتخابات. لكن أنا في النهاية بقول لممدوح عباس ومجلس ممدوح عباس، اشتغل، أنا وراكم ورا نادي الزمالك، إذا كان في جهد قانوني أو دعم مادي أنا ما عنديش مشكلة. أنا أول ما المستشار جلال وصل المجلس بتاعه اسأله هيقول لك أول واحد جه تبرح هو مرتضى منصور، الفترة اللي أنا كنت فيها تبرحت فيها الحمد لله، جهدي القانوني تحت أمر نادي الزمالك، وزي ما قلت قبل كده أنا واحد من عشاق هذا النادي، من لأن خلاص المحكمة أكدت التنازل بتاعي. أنا من جماهير نادي الزمالك العاشقين لهذا النادي العريق، زي ما النادي الأهلي نادي عريق وكبير، نادي الزمالك نادي عريق وكبير، وبقول أنا لن أخوض الانتخابات مرة أخرى، أنا نلت هذا الشرف، وبقول لكل الإخوة اللي كانوا بينزلوا انتخابات على الرئاسة، دكتور جمال، مستشار جلال، أخ ممدوح، كلهم عايزين ندي فرصة إن شاء الله الانتخابات اللي جاية لجيل جديد يتولى قيادة نادي الزمالك، قد يكون افضل منا، لكن منذ هذا اليوم اللي هو النهارده اعتقد ان الخلافات قد انتهت الى الابد. وبقول للاخ رؤوف جاسر اتقي ربنا بقى واشتغل، المجلس قدامك، وما رجعتش غصب عن مرتضى، مرتضى منصور المحترم بعد ما خد حكمه وطلعكوا لحظه من اللحظات صدق بينه وبين نفسه، قال لا اقل حاجه اعملها نادي الزمالك العريق ولجماهيره ان ننهي صفحه الخلافات حتى لو صعب حق، وتنازلت عن حقي، وبداوا صفحه جديده مع الجماهير والاعضاء والجهاز الفني. بقول لحسن شحاته ربنا يوفقك انت وجهازك واللعيبه، وانا بدعمكم في اي حاجه انا تحت امركم. سياده المستشار، من الجهه القانونيه كلام كتير قوي حوالين المجلس، هل المجلس هيرجع يكمل الفتره المتبقيه بس، ولا السنه واربع شهور دول هينضموا لفتره المجلس؟ استاذ سيف، انا ما سمعتش المحامي استاذ ممدوح عباس قال ايه، لانهم طلبوني، واعتقد انت كنت متعلق على الاهلي. هو قال هو حضرتك